هيئة شعبية لنصرة سوريا في تونس تنظم وقفة احتجاجية ضد سياسة حكومتهم في دعم الإرهاب على سوريا. المشاركون في الوقفة طالبوا حكومتهم بمراجعة مواقفها من سوريا ودعوا إلى عودة العلاقات معها. احتجاجا على استمرار حكومتهم في سياستها الداعمة للحرب على سوريا، نظمت التنسيقية الشعبية لنصرة سوريا وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الخارجية التونسية. دعا خلالها المشاركون إلى ضرورة إعادة العلاقات بين تونس ودمشق، كما طالب المحتجون بمراجعة الموقف مما يحدث في سوريا. نحن الآن في وقفة احتجاجية مع سوريا، العروبة سوريا الدور، من أجل إرجاع السفير اللي طردت حكومة النهضة، حكومة الحكام الجدد الذين اجتمعوا مع هيلاري كلينتون في اول مؤتمر ما يسمى بانتقاء سوريا. تواج باش نساند من يدعم المقاومه ومن يدعم الحق، ونكون ضد من هو مع الباطل ويحاول يخدم مصالح اجنبيه غربيه امريكيه صهيونيه. نمارس هذا المطلب امام وزاره الخارجيه لنقول للحكومه التونسيه لنرجع العلاقات مع سوريا، ليس لنا مصلحه في قطع هذه العلاقات كتونسيين. عائلات الشباب المغرر بهم للقتال إلى جانب العصابات الإرهابية المسلحة في سوريا شاركوا في الوقفة التضامنية تعبيرا على سخطهم على سياسة اللامبالاة التي تتعامل بها حكومة بلدهم مع هذا الملف، كما شاركت في الفعالية شقيقة الأستاذ أنيس الخليفي الذي تعتقله السلطات التونسية منذ ما يزيد عن أسبوعين على خلفية مواقفه الداعمة لسوريا. هناك أشياء لا يمكن التعبير عنها. إذا كان حبنا لسوريا ووقوفنا إلى جانب الشعب السوري أنه جزائنا يعتقل شخص ما كان عنده حتى علاقة بهالأشياء اللي تصير من إرهاب ومن، فإحنا حبنا لسوريا ما في حدود. أعتذر إلى كل الشعب السوري وإلى سوريا شعبا وجيشا وقيادة على تورط أبنائنا في مشروع للدفاع على مشروع ليس مشروعهم، وهي لعبة مخابرات تورطت فيها أجهزة داخلية وإقليمية ودولية، ونتمنى كل الخير والسلامة إلى سوريا العروب. بصوت واحد يقولون نريد إرجاع السفير، وفي المقابل لسان حال حكومتهم يقول لا أسمع إلا ما يقوله شيخ قطر، ولا أرى إلا ما تبثه قنوات الفتنة والتضليل، ولا أفعل إلا ما يقوله السيد الأمريكي. خالد القفصاوي، الفضائية السورية، من أمام مبنى وزارة الخارجية التونسية.